هو واحد من أبرز مدرب حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية. ليس ذلك فقط، بل إنه من المدربين القلائل الذين حفروا أسماءهم في سجلات المجد والتألق بفضل البطولات التي حصدها، سواء كلاعب أو كمدرب. هو أحد رموز القلعة الحمراء الذين أفنوا حياتهم داخل جدران النادي الأهلي من أجل تواجده المستمر على منصات التتويج، سواء المحلية أو الإفريقية. هو المدرب اللامع، المتألق، الموهوب أحمد ناجي، أو مدرب الوحوش نظرا لبصماته الواضحة على أداء جميع حراس المرمى الذين قام بتدريبهم، سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني. لا يختلف اثنان على أن أحمد ناجي واحد من أعظم مدربي حراس المرمى، كما ينسب له الفضل في تألق العديد من حراس المرمى العظماء. لعب النجم الخلوق أحمد ناجي للفريق الأول بالأهلي موسم 78، وللمنتخب الوطني موسم 80 إلى 87، ومع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي شارك في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 مع المنتخب الأول تحت قيادة الكابتن عبد صالح الوحش. يعتبر أحمد ناجي من أشهر مدربي حراس المرمى في مصر، وتحديدا في النادي الأهلي. له باع طويل في مجال التدريب، حيث أشرف على قطاع الناشئين بالأهلي لمدة 13 سنة، عمل في تدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي لأكثر من 13 سنة. يمتلك أحمد ناجي سجلا ناصعا كحارس مرمى مع النادي الأهلي، حيث فاز معه 3 مرات بلقب الدوري المصري وكأس مصر مرتين، بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، ساهم في فوز فريق الترسانة بكأس مصر عام 82. سجل البطولات الخاص بالمدرب القدير أحمد ناجي يضم الفوز بالدوري مع الأهلي 8 مرات، دوري أبطال إفريقيا 6 مرات، 4 ألقاب لكأس السوبر الإفريقي، 5 ألقاب لكأس مصر، 6 ألقاب للسوبر المصري، الوصول 3 مرات لكأس العالم للأندية باليابان، والفوز ببرونزية العالم في البطولة الثانية. نجح في تطوير أداء حراس المرمى منذ أن تولى مهمة تدريب الحراس ضمن كتيبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي نجح في التأهل لبطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في روسيا بعد غياب لسنوات طوال. هو أيضا نجح في التأهل بحراس المرمى لنهائي بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون، والتي خسرها الفراعنة في المباراة النهائية أمام الكاميرون. ليبقى النجم أحمد ناجي أسطورة تدريبية خالدة ورمزا رائعا عبر تاريخ الكرة المصرية، كما تفتخر به جماهير النادي الأهلي دوما كونه أحد أبناء القلعة الحمراء.